اهلا وسهلا ابو بدر، اخرت عليك بالشاي. اما شو عملت لك كاسه شاي؟ يا الله لساتك زعلان وحردان مني؟ طيب خلاص، هي اخر مره ما عتعيدها. شو بنا؟ سامحني ابو بدر. خلاص فوزيه، انا من طرفي بسامحك، بس ان شاء الله ربنا يسامحك. قولي على قامتك يا فوزيه. الله غفور رحيم. بعدين مو انت يا ابو بدر قلت لي انه الشيخ عبد العليم رح يضل يدور عليها لحتى يلاقيها للمخلوقه هي اما الورده وهي اللي تيجي تستلم بنتها؟ ان شاء الله يستدل على بيتها ويلاقيها. ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله. اجتني فكره. شو هي؟ شو رايك انت تدور عليها بكل حارات الشام؟ ايوه اخبصي الخبصه ولبسيني اياها براسي. بالله يا مخابس خبصات وملبسني اياهم براسي يا ابو بدر. طولي بالك فوزية، طولي بالك، ان شاء الله سامحيني. طيب قلتي لي حارات الشام اللي بدي ادور فيها.